ما أكثر الأوراق المنسية في حياتنا؟ وهنا ومع زحمة الأحداث نستخرج تلك الأوراق المنسية ونعلنها لأول مرة مع الكاتب الصحفي عاطف سليمان. صوت العرب من القاهرة يقدم أوراق منسية. الإخراج سعدي حسين. مساء الخير يا مستمعين الكرام، معكم بهدان، أنا أوكراني الأصل وساكن هنا في مصر في القاهرة، وهذا شرف كبير لي أن أجلس مع الأستاذ عاطف سليمان هذه الاستوديو التاريخية، وقدامي صورة بابا شارو أستاذ الإذاعة المصرية الكبير، راجل كبير وعظيم جدا، هذا شرف كبير لي وأنا سعيد جدا ومسرور أن أكون معكم. اسمي بهدان هورفات وأنا ممثل دولة في شرق أوروبا، دولة اسمها أوكرانيا. أنا ممثل أوكرانيا هنا في القاهرة في أم الدنيا في الأرض المستضيف، وأنا شاكر جدا لضيافتكم يا أستاذ عاطف، وأنا عارف أن صوت العرب إذاع في كل مكان في مصر. النهاردة في برنامج الأوراق المنسية عاوز أحدثكم عن أوراق منسية من مشواري ومن علاقتي مع مصر، من علاقتي مع المصريين، من علاقاتي مع اللغة العربية والأداب العربي. فلنبدأ في الورقة الأولى وهي التعرف مع اللغة العربية والثقافة العربية وأدابها. كانت بدايات شغفي بدراسة العربية وأدابها مع لقائي بأستاذي ومشرف المستعرب الأوكراني العظيم البروفيسور فاليري ريبالكين، وهو ممثل مدرسة الاستعراب الأوكرانية ولها جذور عميقة وبدايتها في القرن 19. وأنا تعرفت هذا الرجل الكبير، فهو اللي علمني اللغة العربية واللي حكالي عن الثقافة العربية. اكتشفت في محاضراته عالم الثقافة العربية، واشتد بعد زيارتي الدراسية لمصر هذا شغفي، وكانت الزيارة سنة 2004. دي حقا مغامرة شتوية هنا في مصر، وانا كنت عارف طبعا الخريطة، خريطة العالم، وان مصر في افريقيا، وطبعا جيت هنا مع ملابس خفيفة والتقني برد شديد. فحقا كانت مغامرة، وانا في اول يوم زيارتي لمصر لقيت نفسي في السوق وانا اشتري هدوم شتوية. فنستمر في هذه الورقة. ولما أتكلم عن دراستي للغة العربية، فدرستها في كييف في جامعة تراس شيفتشينكو في كييف. هذه الجامعة قديمة وفيها طبعا كليات ومعاهد كثيرة، ومنها كلية أو معهد دراسات اللغات الأجنبية. فالطلاب الأوكران يدرسون أكثر من 30 لغة في هذا المعهد، وبينها طبعا اللغة العربية. بعد 3 سنوات من تخرجي من هذه الجامعة رجعت إليها أستاذا مساعدا وباحثا، وكده بدأت مشواري كباحث للأداب العربية. الورقة الثانية أتحدث فيها عن الترجمة كجسر
بين الثقافات وكجسر بين اللغات. أنا أقول دائما إن الحوار الثقافي أفضل ضمان للسلام، أفضل ضمان للسلام، ودراسة اللغات والترجمة منها هي مدخل للتحاور، للتحاور بين الثقافات. على فكرة، اهتمام مواطن الأوكراني أو القارئ الأوكراني بالثقافة العربية كبير جدا، كبير جدا، ويتجاوز الدوائر الجامعية. وبالعكس، أنا اكتشفت أنه في اهتمام في مصر للثقافة الأوكرانية، فكده بدأت أبحث عن ناس مهتمين بثقافتي هنا في مصر، والروابط بين المصريين المهتمين بأوكرانيا والأوكران مهتمين بمصر هي روابط حقا عميقة. فمثلا نشرت أخيرا كتاب ممتع جدا، كتاب عن شاعرة أوكرانية، وعلى فكرة نحتفل في هذه السنة الذكرى 150 لها، ونحتفل هذه المناسبة في اسكندرية. اسم الشاعرة ليسا أوكرينكا، وهي أعمالها أشعارها ورسائلها مترجمة إلى اللغة العربية ومنشورة هنا في مصر. ما العلاقة لهذه الشخصية الأوكرانية مع مصر؟ هي حقا علاقة عجيبة. أوكرانية، امرأة كاتبة شاعرة في بداية القرن العشرين، كده أكثر من 100 سنة، سافرت لمصر وزارت مصر أكثر من 3 مرات، وزارت مدن مختلفة وأماكن مختلفة. إحنا نشوف في أرشيفها أو في أرشيف الأسرة لها، وهي أسرة محترمة جدا، نكتشف في هذا الأرشيف صور لمصر زمان، صور أخذتها شاعرة أوكرانية اللي كانت هنا في مصر وهي تزور الإسكندرية، وهي تزور القاهرة، وهي تصور الأهرامات، وهي تسكن شهور، مش أيام، شهور في حلوان. وأنا بحب أقول إنها من أوائل سواح للعلاج في مصر، عشان هي جت مصر لاستشفاء من مرض، وكانت مريضة، المرض كان في عظامها، ونصحوها الدكاترة في أوروبا أن تمضي الشهور الباردة في مناخ جاف وحار، ونسحوها مصر. الشاعرة دي كانت ثقافتها وتربيتها عميقة، وكانت تتقن لغات كثيرة، وكانت خبيرة على فكرة في تاريخ الشعوب الشرقية، حتى كانت لها كتاب عن تاريخ الشعوب الشرقية. فلما جت مصر أول مرة سنة 1909، كتبت رسائل كثيرة لأقارب ولأصحابها في أوكرانيا عن مصر وعن الحياة في مصر. فرؤيتها لمصر تختلف اختلافا كبيرا من الرؤية نجدها في الأدب الغربي، لأنها كانت تركز على المصريين العاديين، يعني الشعب المصري، المصريين اللي كانوا يسكن في حلوان، وهي كانت في أحد الفنادق المملوءة بالأوروبيين هنا، بس ركزت في كتابتها على المصريين العاديين وعلى الحياة اليومية عندهم. كان معكم بهدان من أوكرانيا. أوراق منسية، منسية. مع الكاتب الصحفي عاطف سليمان. الإخراج سعدي ياسين.